ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده ادهم، ما تهزرش. مش حلوه الدخله دي، صح؟ مش حلوه، صح؟ ما علينا، ما تهزرش. يلا خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. يلا ليتس جو. ليتس جو. ادهم، بدايه حلوه. ادهم عشيرة غوريلاتا صاحبي. اسكري عشيرة غوريلات. انتوا قلتولي ان هما تقريبا مجموعة ناس. يو جاك، بستلم الردم والتزم بالمشي الرخم، هتعيش وتموت تتشرب. ايه اللخبطة دي؟ في ايه؟ انا قلت الدخلة حلوة، في لخبطة، انا مش فاهم هو اللي بيحصل. بتتبرم لسن تتحشر في الدسن، افتح لك السيفن ادم حكم جرب، فمش هتلعب البلن جرب. ولا مفيش فهم، انت عويل سهل اشتقضيه، انت عجوز كهل. انا مش عارف اركز مع البيت ولا اركز مع اللي هو بيقوله. انا مش قادر، ما عنديش في لخبطه، في حاجات داخله في بعض، مش قادر اركز. اللي هو مهما تزوم كلب حنرب، ولا مفيش افتح لك يعني الدخله. اول مره اسمع، اكيد في ناس هتتفرج على الفيديو ده اول مره برضو يسمعوه. الاحساس، احساس نفسه غريب، اللي هو فاهم، يخليك اللي هو طب انا اركز مع نوع. فاهم، يخليك ان انت مش برضو ما تقعدش تراك يعني. مش ما علينا، خلينا نكمل ام الاغنيه دي. مش نرخم، هتعيش وتموت تتشرم، تتبرم لسن تتحشر في الدسن، افتح لك السيفن ادم حكم جرب، فمش هتلعب البلن جرب. ولا مفيش فهم، انت عويل سهل اشتقضيه، انت عبوس كهل، مهما تزوم كلب هنربيك. يا اوامر طاعه وتدريب، ما تقولش خافي على بيت بدون صياغه وتشبيه، كده انت صايد تنسيق نجا. ما يدخلكش استوديو تسجيل، ما بالك لو بيف ادم مراقب محض غش وتدليس. بيف عشان كده كان بيقطع اللحمه. يا اسحب رقم بلوس الام سي يا فريد، ده بتاع كفرات وبيفتي يا فريد، اشد السهم اكتب نصوص وانا شيد، راجل الكهف تف في نار وديناميت على الديناصورات في الريف. يا ازاي سنتك تقع في شارعك واعتبرك شكيف، عقلها اكسر عظمك، انا مش زاهي حواس بنقطع، فتح احشائك مش محمود عباس هعقب، وحتى في عز انجازك مرطب على راي الوحش، انت هتعيش مع الراس وهتموت متهرب نجا. انجازك مرتب على رأي الوحش، انت هتعيش مع الراس وهتموت متهرب نجا. مش حمدي بس بليغه ضجعك على بيت، مش بنفطر غير على بيف ادهم، يدق مسامير في توابيت، تتوب في دهاليز نطوع لسكين ادهم عرا، كسر براويز ووفر الميمز. يا نطلع على كتف وقال ما تفكن هزرش، وندبت على المرش لولا الحسيني كان غرق ما ظهرش، ما تفكن على الراس نجا، كلب الفيشاوي بوس على المرش لولا الحسيني كان غرق ما ظهرش، ما تفكن على الراس نجا، كلب ما تفكن ما تعرسش تقريبا قال له كده. الفيشاوي بوس الخدرش لولا الحسيني كان غرق ما ظهرش، ما تفكن على الراس نجا، كلب الفيشاوي بوس الخد ما توهوش، تراكين ما حضرش، التالت صدعت مش فاهم الصعب، ولو بعل وصوتك مش سامع الرعد، لو حنراب انت حاسس الصهد، ادهم بيكسر سن حواليك وانت نايم على الارض، ونوفر الجثه للعرض بمشرحه الكفر. مش هشتم امك مالهاش ذنب ان الانتاج كلب، الخطاف لسان حاد جاب دم وانت عطلان فشخ، ادهم جرار داس تحت شرد مجرح قلب شلح، مش شافك ما انتاش فحش ومش هنحلك نجا. يا عادل ادهم عيش وازلك نجا، مش فاهم لك رضم، عايز تربي عيالك ازاي وانت نمره كده، ركب العاقل مهزق منبوز فاشل، عامه نايم على العدم، مدمن على الكيمياء انا مدمن على الدسم، مدمن على النغم. يا عبد المطلب ادهم مطرب في الشغب، وهسمعك افتح ودنك احفظ هبتك. يا هو ده ديستراك على مين بالظبط؟ فهموني. اشق كرش واشتم بطنه واكسر رجلي في بيتهم، بس يا ادهم اسكت حافظ على الكود ايرون مان. في ام سي هوك تقريبا، حد قال لي على هوك ده قبل كده، خطاف نازل من فوق دايس على الكون. هو هيغني معاه ولا ايه؟ ولا هو بروديوسر ولا ايه؟ قافش عالكور مش عايش الدور، بس ام سي المفروض ان هو رابر هو كمان. تمت اومرز عشان شاط صاحبتك صح، صغرت مصر ما كانش، بس يا ادهم اسكت حافظ عالكود ايرون مان، نازل من فوق دايس عالكون، قافش عالكور مش عايش الدور، شتمت اومرز عشان شاط صاحبتك صح، صغرت مصر ما كانش كور مش عايش الدور، شتمت اومرز عشان شاط صاحبتك صح، صغرت مصر ما كانش تراك، ده كان وصل تراك، اومرز لو تف هيقتلك صح. اومرز لو تف، اوكي انا بضحك. ما علينا ما علينا ما علينا، بس حلو اسم اومرز، مع اني ما بحبش اسم عمر، انا اسمي عمر بس ما بحبش اسم عمر، بس اسم اومرز مش عارف، حاسس ان هي احلى، مش عارف ليه.
مفتشك صح شقك يوميها لبسك صح او ارض وده باعترافه على اليوتيوب ما بتبلاش انت كذاب ادهم بصمع الكلام انت واصمع الهدان حشرة في المجال الوحشي ولع بالسلام انت ازعاج ريح ظهرك ريح ظهرك يا خيط شرجك فريدريك كان معاك من خيط شرجك يعني اوكي انا بخيالي اشتغل في اللي هو خيط شرج اوكي قبل كندريك وهرش قدرك بتحاول تقارن نفسك بلامار ادعي ربك ان الشباب تفتكرك بتترول وبتتجاهل عبطك يا بنلف في حلقه مفرغه ولولا علاقات حسام وفشاوي ما كانش حد هيعرفك ولولا علاقات حسام بفريد ما كانش مجز عبرك وما كانش حد صنفك في وسط جنود المعركه بمسدس خرس اصل عيب احط اسمك وسط جاد وماك وشقك ايهاب ولاد جهدنا بدير وعمر بتكسب مفيش امل حتسبق سحلفه ضد تسلا مش هننسى شد واخلع سحلفه ضد تسلا اوش ايه اوكي مفيش امل حتسبق سحلفه ضد تسلا مش هننسى شد واخلع يا مش هصهين على النصر في الهوا بجوردن ون كابتن ماجد في الماتش بوش رجلي في نص دماغه زي ناروتو بالظبط ادهم غوريلا سرعه في الرد كابتن ماجد في الماتش بوش رجلي في نص دماغه زي ناروتو بالظبط ادهم غوريلا سرعه في الرد وتروت بالقصف حتى الغلاسه طالعه روشه جاكي شان انا جدك ضربه والناس بتضحك هو مات بس قلت اهبده واحده تلسع وخلي الخلق تسمع انه سهل على الغوريلا يا مفيش مقارنه مفيش مقارنه مش هكبر مخي واقول عبيط واقول كبرنا مش هعديها لك واقول ضعيف تنفخ بضنا للاسف انت اضعف من الغريب في عقر دارنا مفيش شك ان الغوريلا بتهب دم شعبك يتجمد مش هنهزر وننكد شاور على بطل نحضره متكتف مش هتمشي متاسف دايما جاهز وننفذ صاحب الغوريلا مرضى البيف معانا مردة صاحب الغوريلا مرضى البيف معانا مردة مفيش شك ان الغوريلا بتهب دم شعبك يتجمد مش هنهزر وننكد شاور على بطل نحضره متكتف مش هتمشي متاسف دايما جاهز وننفذ صاحب الغوريلات مرضى البيف معانا مردة صاحب الغوريلات مرضى البيف معانا مردة اوكي انا في الاول ما كانتش عجباني لما دخلت مره واحده بس الاغنيه بعد كده اللي هو اخدت عليها اللي هو ابتديت بقى اسمع اللي هو خلاص ابتديت اركز فاهم ففهمت اوكي ده ديستراك على مين بالظبط اوكي لان ده واضح ان هو ديستراك على حد والحد ده المفروض يخيط شرجه والمفروض يشوف له تقريبا مش عايز اقول كلام ما ينفعش ده ما علينا لانه قدامنا دلوقتي هو اتفشخ اوكي هو اتفشخ حرفيا اتفشخ ما هو تقريبا في رد يعني اللي هو الديستراك ده اللي عليه هو رد بعد الكلام ده ولا عمل ايه بالظبط عشان انا يعني انا عقلي كده بالنسبه للناس دي انا عقلي قد كده اوكي يعني لو سمعت الديستراك زي ده انا شكرا فاهم لو ديستراك عليا يعني مش هعرف ارد فاهم هقول ايه دايما في كل ديستراك بسمعه بقول كده اوكي لان عالي انا قد كده اوكي ف دي الحقيقه ما علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس